نقفل زيت مهجرين، جينا لهون على الجانودية صرنا 5 سنين هون، والوضع المعيشي صار صعب كتير. وكان عندي هواية من زمان إنه أشتغل مجال الخرز والتطريز، كان عندي شغل، وصارت هالأمور هيك وتهجرنا وجينا لهون على الجانودية، وأنا أخذي هون بيت بالآجار، وجوزي مريض وعندي أولاد الحمد لله. تعلمت من جديد صناعة القش، وبتمنى هذا الشغل هيك يتطور وساعد يعني عائلتي بهالشغل هذا، وبتمنى حد يدعمني يعني يدعمني بالمواد بس مو أكتر، ونلاقي تصريف لهذا الشغل اللي عم نشتغله.